يجمعنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. من ظلمات المسيرة الكسل وفتور الهمة وجحود النعم. تأتي هذه السورة الجميلة التي قرأها على مسامعنا سيدي أبي تعالج هذه الظلمة وتضيئها بآيات عظيمة لطالما تغافلها الناس أو غفلوا عنها. هذه الآية العظيمة والتي هي قنديلنا في هذه الحلقة إن الإنسان لربه لكنود في سورة العاديات. وفي الحقيقة هذه الآية تعتبر آية مفصلية في سير أحداث هذه الآيات أو معانيها، إذ تفصل بين مشهدين مختلفين عند أول وهلا. المشهد الأول وتابعوه معي يا إخوان بقلب حي، يمكن أن أقول لكم إن الخيل أفضل من الإنسان، فما هي الاعتراضات التي يمكن أن تريدوها علي؟ غريب نعم، ولكن تأمل معي المشهد الأول والثاني. المشهد الأول يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، والعاديات كما تعلمون هي الخيل التي تعدو وتجري بسرعة، والضبح هو صوت أنفاسها الذي يتقاطع أثناء الجري والعدو. وصفها ربنا سبحانه وتعالى حين كانت تعدو بأنها في حال الضبح، والعاديات ضبحا، مشهد حاول أن تتخيله. فالموريات قدحا، أي وهذه العاديات أشعلت بحوافرها شرارة من النار من شدة الجري ووطئ الصخر بالحافر الذي هو من حديد، اشتعل فتيل النار، وهذا كناية عن عدوها بسرعة وبشدة. قال ربنا سبحانه فالمغيرات صبحا، المغيرات من الإغارة، أغارنا بمعنى هذا يكون في الحروب أنك تغير على العدو. ومتى أغارت هذه الخيل؟ في الصبح. فالمغيرات صبحا، أنتم الآن تتخيلون المشهد. قال ربنا سبحانه وتعالى فأثرن به نقعا، أي من شدة هذا الجري وتسارع الخطوات طالع الغبار، وهذا هو المقصود بقوله تعالى فأثرن به نقعا. قال ربنا فوسطن به جمعا، أي أنها بقيت تجري وتعدو إلى أن توسطت جموع الناس، جموع الأعداء، جموع الذين يريدون قتلها وسفك دمها. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الإنسان لربه لكنود، أي لجحود. السؤال الذي يطرح هنا، ما علاقة هذه المقدمة، هذا المشهد الذي تعلق بالخيل التي تجري والتي تضبح والتي تثير الناقع والتي 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 بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود لجحود؟ لو تساءلت طويلا لما استطعت أن تجد إجابة إلا إذا وفقت لإدراك هذا المعنى العظيم. ولذلك قلت إن آية إن الإنسان لربه لكنود آية مفصلية تبين الفرق بين مشهد الأول ومشهد الثاني. عند تأمل هذه الآية قد يأتي في ذهن أحدكم أن الخيل من فطرتها أنها تفعل هذه الأشياء وأنها خلقت لأجلها في الحروب، ولكن الجواب في الحقيقة خلاف ذلك. السؤال المفتاح الذي يمكن إن شاء الله من فهم هذا الجواب هو لماذا فعلت هذه الخيل كل هذه الأشياء؟ هل الحرب التي دخلتها والجموع التي هي أعداؤها هي أعداؤها حقيقة أم لا؟ لا، ليست عدوا لها، وإلا لذهب الخيل يرعى في الجبال وفي أرض الله الواسعة، ولكنه توسط الجموع وضبح وأشعل الشرارات وكل هذه الأشياء لشيء واحد تجاه شخص واحد صاحبه الذي يعطيه ماء وطعاما. هذه الآية تبين لك أن هذه الخيول فعلت كل هذه الأشياء لأجل شيء واحد يفعله صاحبها، وهو أنه يطعمها ويعطيها الماء فقط. إن الإنسان لربه لكنود، معناها انظر إلى النعم التي أسبغ الله عليك، وهي لا شك ولا ريب أكثر من النعم التي أعطى صاحب الخيل خيله، ومع ذلك فإن ردها
كان أكبر مما أعطاها صاحبها. والإنسان عطية الله عز وجل له كبيرة جدا، وما سأله وطلبه الله عز وجل من هذا العبد قليل ضحل، ومع ذلك فإنه لا يمتثل ويجحد نعم الله عليه. فلا بد للإنسان أن يحذر من أن يكون كنودا جحودا بالنعم. ولتعلق هذه المسألة بالحياة، فإن هذه الآية تذكرنا بنعم الله عز وجل علينا، ولا شك أن من أعظم النعم التوفق لصيام رمضان، وهذه النعمة تستوجب أن لا يكون الإنسان واقعا تحت معنى هذه الآية، وأن يخرج من غبقتها إلى أن يسيح في فضاء العبادة وفضاء الرياضة حتى يكون من الموفقين. ولنربط هذه الآية بواقعنا المعيش، بل الأصل في القرآن أن نربطه، لأنه ما أنزل إلا ليتدبر ويتعقل. كثير من الناس يعطوننا أشياء وينعمون علينا بأشياء، بدءا بوالدينا ومعلمينا وإخواننا وكل من له حق علينا، فعوض أن نقابل هذه الأشياء بجحودها وبنكرانها، فلا بد أن نعرف لهم قدرهم وأن نعطيهم حقوقهم، ومن ذلك حق الوالدين وحق الزوج أو الزوجة وهكذا. وبهذا أيها الإخوان تزول الغربة والعجب عن القول الذي قلت في البداية والنتيجة التي صرحت بها منذ أن بدأت، وهي الخيل أفضل من الإنسان. هذه الخيل التي عرفت لصاحبها قدره الذي أعطاها كلأ وماء، ولكنها توسطت الجموع لا تخاف أن تموت، وأنت وللأسف عياك أن تقوم فتصلي الفجر، وأتعبك أن تصوم كما ينبغي، وأتعبك أن تسامح لله ولوجه الله. فافهموا يا إخوان، تدبروا هذه الآية التي تحملنا جميعا على إدراك كل نعمة تحيط بنا، وأن نفهم أن هذه الحياة مبنية على شكر النعم وعلى الامتنان لكل من أعطانا شيئا. وأول ما يجب على العبد تجاه هذه الآية أن يشكر نعم الله عز وجل عليه. لا شك أن فتيل هذه الآية ولله الحمد قد اشتعل، ولكننا سنزيده إن شاء الله عبقا فياحا بمعنى عجيب يتراءى لكل ناظر. هناك فروق عجيبة بين الإنسان والخيل في هذا المثال القرآن، وهو أن الخيل لا تأخذ من وقت صاحبها إلا يسيرا، وتجد أن أتعابه تجاهها قليلة وأكلها قليل، وكل ما يتعلق بها يسير باعتبار الفداء الذي تقدمه لصاحبه. ولكن لنعكس الزاوية ولننظر من جهة الإنسان، فإن رعاية الله عز وجل له في استمرار دقات قلبه ومرور دمائه من شرايينه وبقاء عقله وبصره وسمعه وتنفسه وكل ما يتعلق به من النعم، هذا فقط يحتاج من الإنسان كي يشكره، ووالله لن يستطيع أن يسجد منذ حياته إلى حين يموت. فيا أيها الإنسان لا تكن جاحدا لنعم ربك، وإلا كانت الخيل أفضل. الف بالله والله كان خير، كان حرام عليك يلا بان ليا كنشوي حرام عليك وبصعب يلا بان ليا زيد اول حلقه صعب غادي يصدقوا تحكي لنا اللعيبه والله يقول لك قبو خاج بخبي المعلومات انا كاين لا واد قال لك خاطب الناس على قدر بطونهم اما العقل كاع ما بقى حتى داك العقل اللي غتخاطبني عليه وما بقاش